الساعة التي سنحدد فيها مصير مجلس النواب. نعم. دستوريا ينتهي مجلس النواب في 27/9/2020. ماشي. هناك سيناريوهان دستوريان اثنان. ماشي. السيناريو الأول هو أن يحل مجلس النواب قبل 27/9 الحالي. يعني قبل يوم الأحد. قبل الأحد القادم يحل مجلس النواب بإرادة ملكية سامية، طبعاً لها تبعات دستورية كلها بيعرف إنه استقالة الحكومة. السيناريو الثاني هو أن إلى تبعات، يعني إذا حل مجلس النواب على الحكومة أن تستقيل. نعم، خلال أسبوع من تاريخ هذه هي تبعات دستورية. السيناريو الثاني أن يأتي 27/9 ولا تصدر إرادة ملكية سامية بالحل. في هذه الحالة تصبح لدينا استحقاقات دستورية أخرى، أهمها واحد سيمدد مجلس النواب تمديدا ضمنيا، اثنين 11 دورة عادية خامسة لمجلس النواب العادي لا بد إما من الدعوة إليها أو إصدار إرادة ملكية سامية بإرجائها، ثلاثة رئيس مجلس النواب الحالي تنتهي ولايته الدستورية في بداية الدورة العادية الخامسة، بمعنى لا بد من انتخاب رئيس مجلس نواب جديد.